اسمعني منيح، رح نلعب مع بعض هاللعبة. إذا ضليت هيك وما تحركت رح أشتري لك شوكولا. ماشي؟ بدي روح لعند أمي، ما بدي ضل معك هون. ماشي، رح تروح لعند أمك وهذا وعد، بس المهم إنك ما تتحرك. أنت طلعها برات هالمنطقة. تمام. تحمل. ليك من جيت. لا تتحرك، تحمل يا بطل. لحظة. في نقص بالممرضات كمان، للأسف ما عم نلحق لكل الحالات. أغلب الأحيان منضل هون من الصبح لآخر الليل. بسيطة، منوظف ممرضات. اتصلوا هلأ من الكتيبة، قال رح يبعثوا شخص مصاب، قال إنه مهم. من الكتيبة؟ إيه. يعني المتصاب بعسكري؟ ما بعرف ابنه، ما خبروني شيء. يا ربي. رح أنقذهم، لا تقلقي. يلا روحوا من هون. يا ربي. بترجاك اتركني، بدي روح عند أمي. تحمل، أنا رح أشتري لك شوكولا. لا تخاف. ساعدوا، أنا بدي روح عند أمي. بترجاكم ساعدوني ابني. ماما تعالي خديني. والله إذا بيصر له شيء هو كمان ما بقدر أعيش. بس لا تجي لهون، تمام؟ لا تجي أختي. يلا روحي من هون. أنا بدي روح لعند أمي. حمل كمان مجاهد. أنا متحمل، بس شوفت عينك سيدي، هالولد وترني. اهدى، تحمل يا بطل، ما ضل كتير. تحمل. هالألغام صار لهم 20 سنة، بلكي ما عاد تنفجر. والله شفناها انفجرت قبل شوي. يلا نزلني بسرعة. الله يستر. شو بدنا نساوي سيدي؟ لازم نحط عليه شي تقل. أنا رح أجيب حجارة. بسم الله. تركني بدي روح لعند أمي. أمي. تعرف إذا انفجر اللغم أنا بروح قبلك؟ مشان الله انتبه سيدي. كيف الوضع يا بطل؟ غير شكل. أنت مبسوط ما هيك؟ آه؟ انت خذ الولد. ماشي، يلا تعال هون يا بطل. روح. اوبا يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع، وهي اجت امك. يلا روح لعندها. ابني ابني يا روحي يا عمري. انا تعا الله يوفقكم ويحميكم، انتوا عرضتوا حياتكم للخطر مشاننا. أختي، كرمال الله لبقى تجي لهون. ماشي؟ جاهز؟ أنت بتسحب رجلك على مهلك وأنا بضل ضاغط على البوط، وبعدين بيجي دوري بحط هالحجر فوق البوط. فهمت أخي؟ الولد خرب الموضوع. أنا كنت رح أنفجر هون بطريقة حلوة بعد ما يلفوا تابوتي بالعلم الأحمر. هوب، فوراً لعند أبي. ولك بجاهد؟ نعم سيدي. لك نحن نشف دمنا بس مشان ننقذك من هون، وانت راكد ورا أحلامك. والله سرحت بخيالي شوي. طيب يلا، انت جاهز؟ جاهز سيدي. يلا اسحب رجلك. يلا عم اسحبها. ولك اسحبها بسرعة لا توترني. ايه ماشي عم اسحبها. بسم الله. ما انفجر الغم وهيك سيدي؟
لا ما انفجر. الله يخلي لي اياكم. اخي يا الله، لك هذا جولاق قديش بيحب يشوف الدم. ونحن رح نخلص عليه اليوم او بكره، رح نقتله بشي يوم. خلونا نروح بسرعه. يلا تعالوا.